منكم. احنا النهاردة اول خبر معانا خبر من وزارة الثقافة، ودايما بنقول يعني رب ضارة نافعة. النهاردة فاروق حسني وزير الثقافة قرر غلق متحف دونشواي. ليه؟ لانه هو في الحقيقة لو تتذكروا احنا هنا حتى في مصر النهاردة بعد سرقة لوحة زهرة الخشخاش، سيادة الوزير فاروق حسني يعني امر بتشكيل لجنة علشان تتفقد النواحي الامنية كلها اللي موجودة في كل المتاحف اللي موجودة في مصر حتى على مستوى الجمهورية كلها، من ناحية أجهزة الإنذار، من ناحية الكاميرات بتعمل ولا لا. وفي الحقيقة يعني الوزير كل شوية بيكتشف أنه اللجنة بتديله تقرير عن متحف، يعني كل متحف بيجيله التقرير في الحقيقة هو بيكتشف أن المتحف يعني بيبقى لا يصلح أنه هو طبعا يحمي المقتنيات اللي موجودة في داخله، طبعا لأن أجهزة الإنذار بتبقى بايظة والكاميرات معطلة. فهو في الحقيقة قرر النهاردة غلق متحف دونشواي، وده بيعتبر المتحف السادس على التوالي اللي بيأمر وزير الثقافة بإغلاقه بسبب يعني مش عايز أقول إهمال، بس بسبب أن الكاميرات ما بتشتغلش. وهو في الحقيقة إهمال، يعني هو في الحقيقة إهمال، لأنه لما يبقى المفروض مدير المتحف يبلغ السلطات اللي أعلى منه أنه الكاميرات متعطلة، مش لازم ينتظر أن وزير الثقافة يطلع قرار بتشكيل لجنة، اللجنة دي تنزل تتفقد المتاحف اللي موجودة كلها في الجمهورية وتدي تقرير للوزير عن كل متحف بتدخله. فهي يعني هي الفكرة أنه لازم كل واحد يكون عنده إحساس بالمسؤولية شوية، يعني لازم كل واحد يكون عنده يعني أنا مسؤولة عن إدارة هذا المتحف، المفروض أبقى أنا عارفة الكاميرات شغالة ولا لأ، أجهزة الإنذار شغالة ولا لأ. والله أنا حاجة أكتر من إمكانياتي، أنا براسل اللي أكبر مني، اللي أكبر مني ما استجابش براسل اللي أكبر لحد ما وصل لوزير الثقافة. وأعتقد يعني يمكن إحنا شفنا من خلال الموضوع والتحقيقات النيابة في حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش ان وزير الثقافة ما كانش عنده علم بان الاجهزة اجهزة الانذار معطلة والكاميرات معظمها يعني ما بيشتغلش. فدي بتبقى نوع من المسؤولية المفروض يعني اعتقد بخلي بالنا اكتر من كده على بلدنا. افتتح الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب طبعا دائرة السيدة زينب، هو نائب طبعا عن هذه الدائرة، افتتح فيها عدد من الأنشطة الخدمية الجديدة بمركز شباب زينهم بالسيدة زينب. عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن صالة للألعاب الرياضية، حمام سباحة للأطفال، وصالة للأفراح والمناسبات الاجتماعية. ده طبعا في إطار تطوير هذا المركز. على فكرة مركز الشباب ده بيعتبر من أهم مراكز الشباب وأحسنهم اللي موجودين على مستوى الجمهورية، لأن الحقيقة فيها حاجات كتير مميزة جدا. يعني حتى زملائنا اللي راحوا صوروا هذا التقرير اكتشفوا انه فعلا المركز مش قادرين يطلقوا عليه مركز قد ما هو ممكن يقولوا عليه نادي، لانه في الحقيقه فيه حمام سباحه وملعب كره قدم، يعني فيه اشياء جميله جدا. فاعتقد دكتور سرور نموذج للنائب اللي بيحاول يعمل حاجه كويسه لابناء دايرته. ومش بقول كده عشان هو الدكتور فتحي سرور، اعماله هي اللي بتبين. يعني احنا لما بننزل اي دايره وبنشوف الناس بتحب النائب ده ولا لا، الناس حاسه ان النائب ده بيخدمها ولا لا، بغض النظر بقى هو الدكتور فتحي سرور او نائب عادي، لكن احنا دايما اعمال النائب هي اللي بتتكلم عنه. ودي فرصه ان احنا واحنا بنختار ان شاء الله النائب اللي هينوب عن دايرتنا في انتخابات مجلس الشعب القادمه، اللي هي تعتبر انتخابات هامه جدا في حياتنا كمصريين، المفروض نختار النائب اللي فعلا عامل جدول ليه، عامل اهداف معينه هيعملها، عامل برنامج يتناسب مع متطلباتي انا، متطلبات ابناء دايرته، وبعد كده انا اقرر اروح يعني اديله صوتي ولا لا. طبعا مع الوقت احنا بنشوف بعد كده بعض النواب بيكتبوا برامج كويسه قوي لكن ما بيعملوش بيها، دي طبعا اكيد هتبان اول باول طبعا لابناء الدايره. دكتور فتحي سرور في الحقيقه صرح لكاميرا مصر النهارده يعني على هامش هذا الحدث انه بيعتزم ترشيح نفسه لرئاسة مجلس الشعب في حال فوزه في انتخابات مجلس الشعب القادمة. هنتوقف مع حضراتكم وهذا التقرير. حبيبي يا زلمه
هذا المركز يعتبر أكبر مركز من حيث المشروعات في الجمهورية. عظمته أنه في حي شعبي، يعني مش نعمل أكبر مركز من حيث المشروعات في حي راقي، لا في حي شعبي. فالخدمات التي يؤديها هي للشعب المصري في حي شعبي معظمه من الفقراء. ده مثل لأن الشباب النهضة بتاعته مش ضروري تكون من النخبة وإنما من الشعب العريض. أنا مش نائب جديد نازل بالباراشوت، هو الاستمرار في التفاعل مع أبناء هذا الشعب الذي يعد نموذجا لشعب مصر كله. سأرشح نفسي رئيسا للمجلس طالما أراد ذلك زملائي. مركز شباب زينهم من المراكز الشباب المتميزة في ملعب كرة قدم قانوني، في حمام سباحة أولمبي، اليوم احنا بنضيف اليه حمام سباحة أطفال، بنضيف اليه مبنى اجتماعي متميز، في صالة لياقة بدنية متميزة، وفي قاعة للمناسبات الاجتماعية. هو ده السبب، وفي ملعبين خماسيين جداد، هو ده سبب الوجود لافتتاح هذه الإضافات اللي بتمثل إضافة مهمة لمركز شباب زين. في خبر اعتقد ان هو هيبقى مهم جدا في الحقيقه، يعني في شريحه كبيره من الفنانين اللي بيعملوا في الوسط الفني اللي بيطلق عليهم مساعدين الممثلين او الكومبارس. الكومبارس في الحقيقه كان طول عمرهم عندهم مشاكل كثيره جدا، اولا بيشتغلوا لساعات طويله جدا، اجورهم بتبقى يعني متدنيه جدا طبعا بالمقارنه باجور اللي دايما بيسمعوا عنها مع النجوم اللي بيشتغلوا معاهم، بتبقى طبعا اجورهم حاجه بسيطه جدا بالنسبه للاجور المرتفعه جدا. في نفس الوقت ما بيبقاش فيه رعاية لا اجتماعية ولا صحية للكومبارس. في الحقيقة النهاردة في خبر كويس جدا بالنسبة لهم. دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أعلن عن موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على إنشاء جمعية أهلية لرعاية حقوق الكومبارس. أعتقد أن ده مهم جدا. في نفس الوقت الوزارة طلبت من دكتور أشرف زكي أنه يوفر مقر لهذه الجمعية، وفي نفس الوقت يعقد جمعية عمومية هتختار مجلس الإدارة. طبعا كل ده هيكون في إطار القانون اللي بيسمح بهذا. عايز أقول لكم أنه فئة الكومبارس عددهم بالألاف في مصر. طبعا لما طلع قرار زي كده من وزارة التضامن الاجتماعي يمكن ده من الأسباب اللي خلى الدكتور أشرف زكي يتكلم ويقول أنه فعلا دي حاجة تبقى كويسة جدا في مصلحة هؤلاء الأشخاص اللي فعلا بيدوا للسينما المصرية وللتلفزيون والإذاعة، بجد بيعملوا مجهود كبير جدا وحقهم في كثير من الأوقات إن ما كانش في كل الأوقات بيبقى مهضوم والناس مش حاسة بيهم. يمكن كتير بيمرضوا ما بيلاقوش حد يعالجهم، ما بيشتغلوش، يمكن في أوقات كتير محتاجين على الأقل يعني الفلوس اللي يقدروا يصرفوا بيها على يعني أبسط الأمور حتى أكلهم. يعني في الحقيقة إن دي كانت حاجة مهمة جدا اجتماعيا ونفسيا ومعنويا للكومبارس. وفي نفس الوقت في حقيقة يعني نقطة خطيرة جدا أكد عليها إنه الدكتور أشرف زكي أكد على إن بالطريقة دي ممكن نمنع يعني المشبوهين وأرباب السوابق إنهم يقدروا يدخلوا إلى الساحة الفنية. من الواضح إنه الفئة دي كانت ممكن ناس كده تقدر تتسلل وتدخل في وسطيها، وممكن طبعا بتعمل أشياء يعني حضراتكم عارفين نحن في غنى عنها. يبقى إذن هو قرار يعني في منتهى الحكمة إن إحنا نهتم بالفئة المفروض إنها كبيرة جدا لكن تأثيرها في الحقيقة في الحياة الفنية تأثير كبير جدا. آخر خبر معنا النهاردة، نظمت مصلحة السجون حفل إفطار سنوي. في الحقيقة مصلحة السجون دايما بتحرص على أنها تعمل اليوم ده في شهر رمضان المبارك، بتنظم فطور للسجينات اللي موجودين، وفي نفس الوقت بتجيب الأولاد أولاد السجينات، وبيبقى يوم كده يوم ترفيهي جميل، بتجيب فيه ألعاب ترفيهية للأطفال، بتجيب لهم ملابس العيد وبتديهم كمان هدايا، وفي ألعاب جميلة ويوم جميل، وفي نفس الوقت بتكرم السجينات المثاليات. أعتقد أن دي لفتة كريمة جدا من مصلحة السجون، فكرة محاولة إعادة الشمل مرة أخرى بين السجينة وابنها. أنا أتوقف مع حضراتكم وهذا التقرير. Oh,
أواخر شهر رمضان حرصت وزارة الداخلية على إدخال البسمة والسعادة على نفوس نازلات سجن القناطر، وذلك من خلال حفل إفطار جماعي شارك فيه النازلات أطفالهن المودعين بدور الرعاية الاجتماعية. بتوجيهات من السيد الوزير حبيب العدلي بأنه بمناسبة شهر رمضان بيتم إفطار أسبوعي بكافة السجون، بيتم فيه جمع شمل الأسر النزيلة وزوجها إذا كان نزيل أو أولادهم الموجودين في الخارج، وبيتم إفطار جماعي بهذه الصورة اللي انتم شايفينها. بيتم فيه توزيع هدايا وملابس للنازلات وأطفالهن اللي هم بيحتفلوا بعيد إن شاء الله. أنا أتصور أن ما شاهدته اليوم هو مثال للمعاملة الإنسانية الواجب اتباعها مع المسجون، لأن هناك فرق بين المسجون وغيره، لأن المسجون الذي حكم عليه ليس له أي علاقة بالسجون غير تقضية الوقت وتعلم مهنة والمعاملة الطيبة. إحنا كوزارة الثقافة بعتنا لوزارة الداخلية معالي الوزير اللواء حبيب العدلي بأن إحنا عايزين نشارك معاهم هذه الليالي الجميلة اللي بيعملوها وتفاعلوا، لأن ده جزء من العلاقات الإنسانية مع السجنات والنزلاء السجناني. إحنا مؤمنين جدا بأن وزارة الداخلية دي يعني عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. احتفالية النهاردة في شهر رمضان من أجمل أيام الأضراف شهر رمضان، وكل سنة احنا بنستنى اليوم ده، لأن اليوم ده اجتماع أسري. النازلات بيقابلوا أولادهم اللي في المؤسسات أو في البيوت، بيجوا لهم وبيقضوا معهم اليوم كامل وبيفطروا معاهم وبيلتقوا بأزواجهم، وبيبقى اجتماع أسري جميل جدا. الحكومة يعني بترفع عن المساجين شوية بأن هي تعمل لهم احتفالات كل سنة في مناسبة زي دي، فبالتالي ان احنا ما نبقاش يعني متضايقين ولا شايلين هم. أحسن حاجة ساعدتني ان انا مع بنتي وفي وسط صحابي. يوم النهارده جميل، بس طبعا برضو مش هيعودنا على اهالينا برضو.